الأرقام لا تكذب طبعا، واللاعب تألق كثيرا، لم يسجل أهداف كثيرة لأن هو لاعب بدأ طبعا في المستوى العالي أمام المنتخب السوري، لكنه لاعب ارتكاز عصري، اللاعب كان لاعب ارتكاز أيضا في منتخب الكويت، لكن هو لا يدافع فقط وإنما يصنع اللاعب. طبعا من يلعب في أساسونا، من يلعب في الدوري الإسباني، يجب أن يكون لاعب مميز، يجب أن يكون لاعب على 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 مستوى الدوري الموجود. يعني الدوري الإسباني من أفضل الدوريات في العالم. لو كان غير مميز من الناحية الدفاعية والناحية الهجومية أمر طبيعي لم يكن أو لم يكن ليحجز مكان في أساسونا. أمر طبيعي عندما يريد أساسونا التفكير في أي لاعب على مستوى آسيا يجب أن يكون مميز، وهذا ما كان عليه اللاعب جواد. يعني من انه تألقه يجب ان يعكس هذا التألق مع المنتخب، وبتمنى انه نحن نشوفه هون باوج عطائه، بنتمنى انه نشوده انه نشاهده كمتفرجين لكي يمتعنا، لكي يمتع ويعلم مستوى القاره الاسيويه من خلال تواجد لاعبين على مستوى عالي في القاره الاسيويه يلعبون في اوروبا. وعنده ملامح القائد، أي تشعر بأنه يمكن أن يقود فريقا، يعني خاصة الخبرة التي اكتسبها في إسبانيا. سنشاهد الآن المجموعة التي ستلعب ضمنها طبعا إيران، وهي مجموعة حديدية، أيضا مجموعة تضم أيضا العراق، تضم أيضا الإمارات وكوريا الشمالية. كابتن، كيف هو المنتخب الإيراني؟ كيف تشاهده في هذه المجموعة؟ والله راح يكون المباراة طبعا مع العراق هي الصعبة، وأنا أعتقد هي الفيصل لمنتخب إيران. إذا أراد أنه يعني يحاول يوصل إلى الصدارة. وعموما يعني كرة الشمالية فريق أعتقد شاهدناه عنيد بجانب فريق الإمارات، كذلك فريق أعتقد متطور المستوى، وشاهدنا فريق الإمارات الأولمبي في الصين كيف طبعا لعب مع منتخب اليابان وأدى مستوى عالي. اليوم المنتخب الإيراني لا يقل مستوى عن هذه المنتخبات، لذلك راح تشاهد منافسة قوية في أداء قوي. وأنا أعتقد هذه المجموعة راح تكون المتميزة. البطل موجود، كوريا الشمالية فريق طور نفسه وجدد نفسه، الإمارات فريق إعداده على مستوى عالي من الجانب الفني، من الجانب النفسي، من المعنوية الموجودة لدى اللاعبين، إضافة إلى لاعبين أعتقد من ذوي الخبرة راح يشاركون مع فريق الإمارات. منتخب العراق بطل الكأس البطولة السابقة، لذلك راح تكون هذه مجموعة بحد ذاتها لا تعرف أو تحدد منهم الفريقين اللي راح يوصلون الى دور 16. ناريه، نعم، حديديه ناريه. اذا الموت المفاجئ، الموت البطيء كما تشاءون. لكن نحن سنذهب الى فاصل، وعندما نعود سنحاول ان نعرف قراءه رئيس الاتحاد الايراني لكره القدم لمنتخبات مجموعته. لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم ضمن برنامج عند خط الانطلاق، والمخصص للتعريف بالمنتخبات المشاركة في بطولة آسيا، وهي 15 والمقامة في الدوحة، وستبدأ إن شاء الله في 7 يناير القادم. كما وعدناكم، إذن السيد علي كافيشيان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيحاول أن يقدم لنا قراءة حول المجموعة، أيضا طموحات المنتخب الإيراني في هذه البطولة. نحن نعتبر الشيء الأهم في هذه البطولة أن نكون ضمن الفرق الأربعة المتأهلة للنهائيات، وأن نتأهل في مجموعتنا والتي تضم منتخبات قوية، وإذا استطعنا أن نكون في الربع النهائي باعتقادي أننا حققنا الهدف. نحن في مباريات مختلفة كانت لدينا تجارب مع العراق ومع كوريا الشمالية والإمارات، إنهم منتخبات جيدة جدا، ولكن إذا كنا نريد أن نكون أبطالا يجب علينا أن نلعب مع الفرق القوية بشكل جيد ونتغلب عليهم لنتأهل. لا نستطيع أن نعول على الحظ، فيجب أن نكون أقوياء
وأي منتخب قوي سيوفق. باعتقادي ستكون المباريات جيدة جدا، وإذا استطاع لاعبون اللعب بشكل جيد سنتغلب على العراق وكوريا الشمالية والإمارات، ولكن يجب أن نلعب بشكل جيد. نواجه ضغوطات كبيرة من قبل جماهيرنا ووسائل إعلامنا، فهم يتوقعون أن يتألق المنتخب الإيراني في بطولة كأس آسيا، ومنتخبنا لديه الكفاءة لذلك. باعتقادي أن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا هي منتخبات قوية وجيدة مثل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، اليابان، أستراليا، ومنتخبات أخرى مثل السعودية والعراق والإمارات، فهي منتخبات استثمرت طاقتها بشكل جيد، فكل المنتخبات قوية. إذا هذا رأي رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم من خلال التحضيرات. أيضا يبدو أن المنتخب الإيراني لم يحضر كثيرا، لم يلعب مباريات احتكاكية كثيرة، يعني يبدو أنه منتخب غامض. هل في بعض الأحيان يجب ألا نظهر الأوراق مثل ما حدث الليلة بتعادل من دون أهداف أمام المنتخب القطري هنا في الدوحة؟ أكيد هم يعني إحنا شفنا الفريق الإيراني في بطولة غرب آسيا. نعم. يعني وصل للنهائي وفاز بال وخسر مع الفريق الكويتي يعني. نعم. فأعتقد الفريق مكان يعني كامل بكل مباراة، ولكن بعد بطولة غرب آسيا الفريق يحتاج إلى مباراة تجريبية أكثر حتى المدرب يعرف. نعم. اللاعبين يعرف التشكيلة الأساسية، طريقة اللعب، نقاط القوة والضعف، يشوف الفرق الباقية. نعم. ولكن أعتقد يعني مباراة واحدة مباراتين أعتقد غير كافية. نعم. يعني شوف الفريق العراقي شارك في دورة الخليج، لعب مباراتين ضد سوريا في العراق وفي سوريا، لعب اليوم فاز الليلة مع فاز الليلة مع الفريق السعودي، اليوم فاز لعبا ونتيجة يعني اليوم قدم اليوم يعني قدم مستوى يعني عادل أثان بطولة 2007 يعني. فالفريق الإيراني أعتقد محتاج إلى مباراة أكثر يعني، حتى اليوم نتيجته مع الفريق القطري يعني يمكن يعني صح تعادلوا، بس أعتقد يعني بحاجة إلى مباراة، بحاجة إلى تفاهم اللاعبين، استجام اللاعبين، وخاصة هم اللاعبين يلعبون في أندية مختلفة. نعم. يعني مو كلهم في إيران، خاصة اللاعبين المحترفين عندهم. فأعتقد يعني هاي نقطة سلبية تعتبر غير مو من صالح الفريق الإيراني بصراحة. نعم. إذا هل هي نقمة أم نعمة أن يكون لديك لاعبين محترفين بكثرة والقلة هم هواة أو شبه محترفين في إيران؟ طبعا النعمة أو النقمة تأتي من خلال أداء اللاعبين، يعني عندما يكون أداء اللاعبين مختلف ومرتفع عن باقي لاعبين، عن باقي ليس هناك مسايرة، أمر طبيعي لم يكن هناك مسايرة، فنشوف أنه هي بكل تأكيد نعمة. أما أن يأتي اللاعب وهو متعالي على الفريق، على ناديه، على بلده، فأمر طبيعي حتكون نقمة. إنما ما نشاهده أن اللاعبين الإيرانيين يحبون بلدهم، لاعبين عندهم الروح، عندهم الشجاعة، عندهم العزة لأدموا شيء لبلدهم، وهذا ما شاهدناه من خلال معظم لاعبين المنتخب الإيراني، وهذا ما شاهدناه من خلال مباريات للفريق الإيراني في كل مبارياته. نعم. سنعرف أيضا من السيد بهرام بغداد وهو صحفي إيراني موجود معنا مباشرة من دبي. إذا كابتن، هل تستطيع أن تضعنا أيضا في الصورة؟ نحن نعرف بأن وفي الكواليس خاصة أن الكرة الإيرانية تعتمد كثيرا على تمثيل البلد، الأمة، ربما أشياء أخرى أكبر لا نستطيع أن نقولها في هذا البرنامج. يعني هل هناك حوافز غير هذه الحوافز؟ As a matter of fact, the football is a part of the life in Iran, not in Iran. إن كرة القدم جزء من الحياة في إيران، وكرة القدم تعني الكثير بالنسبة للإيرانيين، وهناك أعداد كبيرة من المشجعين يثوقون إلى رؤية المنتخب الإيراني على أرض الميدان، وعلينا أن نحمل مشعل
الكرة الإيرانية على الساحة الآسيوية. لدينا بالتأكيد مجموعة صعبة وليست هي المجموعة الوحيدة التي تعتبر صعبة. هناك العديد من المجموعات الصعبة وكرة القدم تتغير باستمرار. من الصعب أيضا أن نلعب ضد فريق كوريا الشمالية وفريق إيران وفريق العراق، كلها فرق قوية. علينا أن نتأهل إلى الدور المقبل. نحن في مصاف الفرق الكبرى وعلينا أن نكون واعين بهذا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا. وكما قال رئيس الاتحاد الإيراني فنحن مؤهلون للذهاب بعيدا في هذا البطولة. علينا أن نؤمن بإمكانياتنا وبقدراتنا. وتحدث أيضا عن طموحنا للفوز بهذا البطولة. هو يعلم بأن إيران تتوفر على الزاد البشري الذي قد يمكنها من الذهاب بعيدا في هذا البطولة. حققنا نتيجة تعادل ضد قطر اليوم، ولكن علينا أن نكون أيضا كما قلت واعون بالإمكانيات أو القدرات التي نتوفر عليها. أتمنى أن تلعب إيران بشكل جيد وأن تفوز بالبطولة. نعم سيد مهرب، أريد أن أطرح عليك سؤال بطريقة أخرى لأنك لم تجبني عن سؤالي. أريد أن أعرف ماذا يعني أن يلعب الإيرانيون ضد العراقيين؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟ أنا أحترم كثيرا الفريق العراقي، خاصة أنه فاز بالدورة الماضية. هناك العديد من اللاعبين المتميزين داخل صفوف الفريق العراقي، ونحن نسوق مشاهدة هذه المباراة. كما قال السيد ماجد جاسم فالفريق له إمكانيات كبيرة من الناحية التقنية، وملا هور أيضا لاعب متميز. لدينا لاعبين على مستوى تقني عالي، والفريق العراقي فريق متميز، هو بطل الدورة الماضية، علينا ألا ننسى هذا. ونحن سنكون في وضعية صعبة، وأنا أحترم الفريق العراقي بشكل كبير. هم أيضا يحترمونكم. شكرا شكرا كابتن، إذا كنت معنا وابقى معنا أيضا مباشرة من دبي. الآن سنحاول أن نتعرف أكثر على المدرب أفشين قطبي الذي يحمل مسؤولية كبيرة جدا لأنه مطالب بالفوز وربما الإقالة إن لم يحقق هذا الفوز. إذا معلومات أولا عن هذا المدرب. كابتن مدرب كبير بلا شك، مدرب لتاريخ، ومدرب اعتقد من يعني سنة 2002 كان هو مساعد السيد هيتنيك مدرب كوريا الجنوبية. واعتقد انه هو يعني لما تغلد طبعا كمدرب منتخب ايراني بلا شك اعتقد كان لديه افكار، لديه تطوير. لكن تدري الناس بالاتحاد يطالبون بالبطولات، البطولات لا تأتي بالسهولة، خاصة لما يكون الفريق فيه تغيير وفيه عدم استقرار، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى انضباط. وأنا أعتقد الكرة الإيرانية بدأت تعود نوعا ما، يعني في غرب آسيا أعتقد أنك توصل للمباراة النهائية أعتقد هذا شيء جيد.